MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An Jabir ibn Abdullah Ansari annahu qala an Fatimah az-Zahra alayha as-salam bint Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعزك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تأتى الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتزن لي نتقل ما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد أزنت لك فدخل ماءه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتزن لنكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أزنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتزن لي نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أزنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاح يا رسول الله أتزن لي نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أزنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرزا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هما أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال جبرائيل يا رب أتزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرئك السلام ويكسك بالتهية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي من الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال قال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال نبي ثانيا يا علي والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكز الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم